ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، ادخل سنة وعام ولا ادخل سنة ومش عارف ايه. انت محتار وعمال تستشير في الناس، وللأسف انت نسيت تستشير رب الناس سبحانه وتعالى. صلاة الاستخارة. عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالصورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به.